اتجوزتوا بقى، الحمد لله. بصي، انت عملتي ايه؟ كنت قاعدة عاملة كده ولا عملتي شوية خطوات لفتي نظره وما لفتيش؟ ده قبل ما نتجوز، قبل ما تتجوزي. والله هو سامح اللي يبقى عارفه من خلال أدواره، لما هيقابله في الحقيقة أكيد هيبقى جذاب لي، لأنه مختلف تماما عن الفترة اللي شفته فيها ساعتها. كان وقتها عمل بس عبودة ماركة مسجلة وراجل وست ستات، كانت صورته جت من راجل وست ستات، فكوميديان جدا. لكن هو في الحقيقة دلوقتي أعتقد الناس بقت تعرفه أكتر قد إيه هو يعني جد، مش بس للحياة هزار بس. كانت مامتها بتقول لها ايوه امسك ايدها، ما هتتجوزي تتكسفش، اهو امسك ايدها. ايوه هتتجوزي رمزي، ده غبي قوي. رمزي كانت ماما كانت طبعا بتقول لسه لها ما تعرفتش عليه. تمسكي يا ماما جوزك جدا. فاتكلمنا في مواضيع كتير جدا وقتها، فمن هنا حصل يعني الاعجاب الاول. حبيتي بقى اعجبك بيا؟ رمزي، حبيتي فيه رمزي ان هو البسيط الغلبان لا اللي انا بحب الفن قوي. انا دراستي كنت بدرس دراما، انا خريجه ألسن، ايوه. فانا بحب الفن جدا. فانا بالنسبه لي كنت مش متخيله ان الصناعه في مصر، ان الممثلين ممكن يكونوا شاطرين قوي كده. فده بالنسبه لي كان ملفت للانتباه، ان هو ازاي مختلف قوي كده عن الكاركتر اللي انت انا ما كنتيش شفته. عايشه في مصر ولا ايه؟ لا كنت عايشه في مصر بس في الكتب بقى والافلام يعني.